عشائر تحت قبة واحدة في مواجهة المصاعب السياسية والاقتصادية للمملكة الأردنية. خبر اليوم: انتخابات أردنية تعتبر الأكثر انفتاحا منذ 27 عاما. وفي بقية الخبر: تساؤل عن قدرة البرلمان الجديد، أحداث الفارق مع ضعف صلاحياته وغلبة الطابع العشائري عليه ودور الأحزاب فيه، خاصة جبهة العمل الإسلامي. بدأت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن إعلان النتائج الأولية تباعاً للانتخابات التشريعية التي شهدت مشاركة الحركة الإسلامية المعارضة بعدما قاطعت انتخابات 2010 و2013. وبعد مرور 24 ساعة على إغلاق مراكز الاقتراع، لم تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات إلا نتائج 3 دوائر انتخابية من مجموع 26 دائرة. ينضم إلينا هنا في الاستوديو من العاصمة الأردنية عمان السيد علي أبو السكر، نائب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، والسيد ركان السعايدة، خبير في الشؤون البرلمانية في الأردن. أهلا بكما. أبدأ معك سيد ركان السعايدة. يعني بداية، إلى حد الآن بعد مرور 24 ساعة على إجراء الانتخابات النيابية وإقفال صناديق الاقتراع، الهيئة المستقلة لم تعلن سوى عن نتائج 3 دوائر انتخابية، كيف تفسرون ذلك؟ لا أعتقد أنه يعني هذا يعني أن هناك إشكالية، لأنه بصريح العبارة هناك طريقة تصويت جديدة تفرض على الهيئة أن أولاً تفرز القوائم، تحدد حصة كل قائمة من مجمل الأصوات التي أدخلت في الصناديق في أي دائرة من الدوائر، ومن ثم تعيد تفرز في ذات الوقت تفرز أيضا المرشحين داخل القائمة، لأن هذه قائمة نسبية مفتوحة بمعنى أنها ليست مغلقة حتى الجهة التي رتبت القائمة أو الحزب أو المكون الاجتماعي الذي عد القائمة يرتب القائمة، هو لا، الناخب هو الذي يرتب القائمة، وبالتالي تحتاج إلى تحالف المدني للرقابة راصد يتحدث عن حالة من الإرباك ويعني عدم كفاءة أعضاء الهيئة المستقلة فيما يتعلق بتجميع الأصوات. نعم، أنا هذا التصريح قرأته قبل يعني أقل من ساعة أصدرته، لأنه صار فيه صراحة إشكاليات في عدد من الدوائر. أنا أعتقد أنه كلام دقيق، لأنه أنا على الأقل مطل على محافظة البلقاء مثلا، هناك إرباك حقيقي في تجميع النتائج النهائية وتحديد القوائم الفائزة وتحديد من هم داخل هذه القوائم تم فوزهم، وبالتالي أنا أعتقد أنه هو لا، أنا لا أفسره على أنه مقصود، لكن واضح أن الترتيب والاستعداد والاختبار المسبق للقدرات على إدارة عملية الفرز وتجميع النتائج أعتقد كان فيها خلل. طيب سيد علي أبو سكر، بالأمس كان لديكم مخاوف، اليوم أيضا كان لديكم مخاوف في جبهة العمل الإسلامي فيما يتعلق بعملية تجميع الأصوات، هل بعد مرور 24 ساعة على إقفال صناديق الاقتراع لا تزال هذه المخاوف لديكم، ومن أين منبعها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر. الحقيقة هنالك عدة تخوفات لدينا في حزب جبهة العمل الإسلامي، واليوم على وجه الخصوص أعلنا عن تخوفاتنا وتشككنا من موضوع التأخر في إعلان النتائج أو في إعلان نتائج تجميع إفراز الصناديق، رغم مرور ساعات طويلة الحقيقة على الانتهاء من عملية الفرز، وهي اللي أعتقد بتأخذ الجزء الأكبر اللي هي عملية فرز الدفاتر وقراءتها، بيبقى الآن ترحيل الأرقام، وهذه الأصل لا تأخذ جزءا من الوقت اللي أخذته. سيد ركان تحدث عن أن القانون جديد، طريقة احتساب الأصوات جديدة، ما يبرر ربما
تم التأخير. القانون جديد صحيح والطريقة جديدة، لكن الجزء الرئيسي اللي بأخذ الوقت هي عبارة عن عملية الفرز للدفاتر الاقتراع، وهذه أخذت عبارة عن ساعات بالمناسبة. الآن عملية التجميع، هل من المعقول أن تأخذ كل هذه الساعات؟ وهذا ما جعلنا نضع علامات استفهام، وأعلننا أن الحقيقة هذا التأخر نستغرب من هذا التأخر، ونقول أنه يدفع إلى حالة من التشكك لدينا، لماذا هذا التأخير؟ خرج علينا الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة وقال يعني أتعهد أنه ألا يتكرر مثل هذا التأخر. هذا الكلام يعني لا يبرر ولا يعطي يعني تبريرا موضوعيا لماذا هذا التأخر. أنا أعتقد يعني نحن محقين في هذه العلامات الاستفهام، وكان يجب على الهيئة أن تقدم تبريرا موضوعيا محددا. طيب، الهيئة منذ البداية وقبل حتى إجراء الانتخابات هي لم تلزم نفسها بمدة زمنية محددة لإعلان النتائج. حتى لو لم تلزم نفسها، في منطق في مثل هذه الأمور. يعني أنا بفهم أنه في أمر يحتاج إلى 24 ساعة، منطق قد يأخذ زيادة عن الـ 24 ساعة كمان ساعتين ثلاث أو أقل ساعتين ثلاث، لكن عندما بعض الأمور يعني أنا بفهم، وأنا مهندس ومحامي بنفسي، عندما أرى أنه هذه الأمر لا يستحق أكثر من ساعات بسيطة وأنه يأخذ هذا الوقت الطويل، هذا يجعلني أضع فعلا علامات الاستفهام. ثم أنه عملية البدء في عملية تجميع نتائج فرز الصناديق في بعض الدوائر أيضا هذا زاد من علامات التشكك والاستفهام. لماذا يتأخر بعض اللجان في عملية تجميع النتائج؟ لماذا تؤشرون سيد علي أبو السكر؟ إلى حد الآن المراقبون شاهدوا نزاهة هذه الانتخابات. يا سيدتي، أنا يعني قلنا وتحدثنا أنه هذا يدعو إلى تشكك، وكان الأجدر في الهيئة المستقلة أن تبرر لماذا تأخرت في عملية البدء في عملية التجميع، لماذا تأخرت في الإعلان عن نتائج هذا التجميع أو نتائج هذا الفرز. أنا معني الحقيقة أن أراقب، أنا حزب ومشارك في العملية الانتخابية، ومن حقي أن أتساءل ومن حقي أن أحصل على إجابة موضوعية، وملزم الهيئة أن تقدم هذه الإجابة إلي وللشارع الأردني، لكل مواطن أدلى بصوته من حقه أن يعرف أين تسير الأمور وكيف تسير الأمور. كان في إجابة من الهيئة المستقلة؟ مع الأسف أنا قلت أنه ليس هنالك من إجابة موضوعية بهذا الشأن. دعنا نشرك في هذا الحوار السيد ممدوح العبادي، نائب ووزير سابق. أهلا بك سيد ممدوح العبادي. يعني ما الذي يبرر تأخير إعلان النتائج أو حتى إعلان عدد أكبر من الدوائر ونتائجها؟ طيب سيد ممدوح، نحن نعتذر منك، من الواضح بأن لدينا مشكلة في إيصال الصوت، سنعود إليك مرة جديدة ما إن يتم إصلاح هذا الخلل. أعود إليك سيد ركان السعايدي، يعني إذا ما تخطينا موضوع إعلان النتائج ومتى سيتم إعلان النتائج وعدنا إلى المشهد الانتخابي ومن شاركوا بهذه الانتخابات، لدينا 1.5 مليون تقريبا من صوتوا في الانتخابات السابقة، لدينا أيضا 1.5 مليون على الرغم من تخفض عمر من يحق لهم التصويت، على الرغم بأنه ليس هنالك تسجيل، على الرغم من الدعاية الواسعة، إلا أنه العدد لم يرتفع. كيف تفسرون ذلك؟ هل انتقلت يعني المقاطعة من الأحزاب السياسية إلى الشارع الأردني؟ نعم، حقيقة الانتخابات السابقة كان 1.2 مليون تقريبا، ارتفع الرقم ل 1.4 مليون. صحيح الأرقام التي لدي كانت تشير إلى 1.4 مليون ونيف بالانتخابات السابقة أيضا. أعتقد أنه مليون ومئتين كان في الانتخابات السابقة ومليون تقريبا نصف في الانتخابات الحالية. صحيح هما خفضوا سن الناخب إلى 18 ومن ثم إلى 17 ومن ثم ارتفعت نسبة المشاركين في الانتخاب أو اللي حقوا لهم الانتخاب إلى 4 مليون وشوي. في عندنا حوالي 800,000 عاملين مغتربين أو يدرسوا في الخارج أو ذهبوا إلى الخارج يعملوا أو ما إلى ذلك. هذه مسألة، لكن النسبة كانت متدنية بالسياق العام. لها سببين أساسيات حقيقة. السبب الأول أنه
الثقة كان بالعملية الانتخابية برمتها كان منعدم نتيجة عمليات التزوير والتلاعب التي تمت في انتخابات سابقة، وتم الإقرار على المستوى الرسمي أن هناك تلاعب تم في انتخابات سابقة، وبالتالي الناس ما عندها ثقة أنه هذه المرة للمشاركة والإدلاء بالصوت سيعطي نفس النتيجة، يعني باعتقادهم أنه كان سيكون هناك تلاعب أيضا هذه المرة. السبب الثاني المهم انه على الرغم من ان القانون قانون جديد، قانون النسبيه، القوائم النسبيه المفتوحه ما يسمح بمشاركه اوسع، الاحزاب السياسيه دخلت الى هذه الانتخابات ولم تقاطعها. اضيف لك سبب ثاني قبل ما اجاوبك، السبب الثاني بصراحه اداء مجلس النواب في المره السابقه ايضا كان محبط، سواء على الجانب التشريعي والرقابي والجانب السياسي و حتى الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فالعاملين مهمات، عامل عدم الثقة بالعملية الانتخابية وعدم الشعور بجدوى مجلس النواب أدى إلى حالة عزوف، وبالتالي هذه المسألة كانت مهمة في انخفاض النسبة أو تدني نسبة المشاركة، واللي حتى انعكست على 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 حصة الإسلاميين هذه المرة. الأمر الآخر المرتبط بالقانون، حقيقة القانون حالة غريبة في الأردن، يعني قانون نسبي الأصل أن يكون موجود ليكمل أو يدعم حياة سياسية حزبية حقيقية في الأردن، لا للأسف الشديد ما عندنا حياة حزبية حقيقية في الأردن، والدليل ذلك أنه عندنا حوالي 220 قائمة شاركوا في العملية الانتخابية، على الأقل فيهم 200 قائمة تم تصميمهم على أساس قبلي اجتماعي عشائري، تحالفات ليس لها علاقة لا ببرامج ولا بخلفيات فكرية ولا أيديولوجية ولا سياسية. من المسؤول عن عدم وجود حياة حزبية حقيقية؟ الدولة مسؤولة، جزء منها مسؤولة الدولة عن عدم وجود حياة حزبية، لأنها لا يبدو أنها ترغب في وجود حياة حزبية حقيقية في الأردن. ومن ثم الجانب الآخر أن الأحزاب مع الأسف الشديد الموجودة تتركز في العاصمة عمان، لا تطرح برامج واقعية وموضوعية تعالج هموم الناس ومشاكلهم، ولا تنخرط في الحياة السياسية بشكل جدي، هي تريد على طبق من ذهب أن تأتيها المشاركة السياسية، هي تريد أن يأتيها الجمهور من الأطراف ويدعمها وهي لا تذهب إلى الأطراف. هذا الأمر حقيقة ينطبق على جميع الأحزاب باستثناء بشكل موضوعي أقول جبهة العمل الإسلامي والأخوان المسلمين، هم موجودين في كل المناطق، موجود مكاتبهم، موجود منخرطين لهم مرشحين، وبالتالي استطاعوا أن يشكلوا قوائم عددها تقريبا 20 قائمة وحققت في معظم الدوائر حتى هذه اللحظة اختراقات كبيرة. طيب. لكن المشكلة في الأحزاب الثانية الوسطية القومية حتى ما شاركت بالانتخابات، بعضها تسلل إلى قوائم علي. أخرى يعني خليني أسمع من السيد علي. سيد علي، يعني تحدث السيد ركان كما سمعت بأنه كان في لكم عدد كبير من القوائم، ولكن هنالك من يأخذ عليكم بأن هذه القوائم لم تقم على أساس برامج انتخابية واضحة، بل قامت على أسس تكتيكية، بمعنى أنكم ضممتم مسيحيين إلى قوائمكم، ضممتم أيضا تشركس إلى قوائم يكون بهدف الوصول إلى المجلس النيابي. ما مصير هذه القوائم؟ هل ستحتفظون بها ما إن تصلون، أو هذه التحالفات هل ستحتفظون بها ما إن تصلون إلى المجلس النيابي، أم تتفتت؟ كانت غاياتها انتخابية فقط. قبل أجيب خليني أضيف الحقيقة سبب آخر فيما يخص موضوع حجم المشاركة في هذه الدورة. ترى بمناسبة حجم المشاركة في هذه الدورة ظلم، لأنه نسب إلى دورة سابقة أعلنت أن نسبة المشاركة بحجم معين وهو إعلان غير حقيقي أو نسبة غير حقيقية، وأعلننا إحنا في ذلك الوقت أن النسبة أقل بكثير، ومع ذلك تم تضخيم هذه النسبة. لأجل هذا ظلمت الحقيقة الدورة هاي، على الرغم أنه بالمجمل ليس هنالك إقبال، لم يكن هناك إقبال، لأنه يعني مش الموضوع موضوع نسبة فقط. نعم. موضوع العدد يعني أيضا. نعم العدد. العدد والعدد نفس الإشي برضو في دورة الماضية. الآن من قال أنه ليس لدينا برامج؟ إحنا قدمنا برامج واضحة ومحددة وليست يعني كلام عام. لدينا في المجال الاقتصادي قدمنا دراسة متكاملة من 650 صفحة تتحدث عن القضايا الاقتصادية اللي بتهمنا كأردن، اللي على قوائمكم يشاركونكم هذا البرنامج. نعم يشاركون، هم شاركونا في إعداد هذا البرنامج بالمناسبة، وليس احنا فقط قدمنا هذا البرنامج، طرحنا هذا البرنامج وتم مناقشته من قبل التحالف الوطني أو مرشحي التحالف الوطني للإصلاح وإقراره، وهذا البرنامج ممثل أرضية التقينا عليها مع هذه المكونات، مع المسيحي، مع القومي، مع كإسلامي يساري، سمينا برنامج وطني. لدي أنا فكري وخصوصيتي، لدى المسيحي فكره وخصوصيته، لدى اليساري فكره وخصوصيته، ليس لي أن ألزم أي من الآخر في خصوصيتي أنا. قدمنا برنامج كما تحدثت في جوانب مختلفة. في الجانب الاقتصادي قدمنا رؤى ضمن برنامج سميناه أردن الغد بتعلق بالجانب الاقتصادي. بفهم من كلامك بأنه هذه القوائم سيتم الاحتفاظ بها أو هذه التحالفات سيتم، ولا أي تكتيك انتخابي فقط؟ أنا كلامي بس خليني
لانه تكلمت انه ليس لديكم برنامج، لا لدينا برنامج يؤخذ مفصل عليكم من البعض. ما هو عاد اللي ياخذ هذا اما انه ما كلف نفسه ان يطلع او ان يقرا او ان يسال، لدينا برنامج مفصله في المجالات المختلفه التي نراها تخدم المجتمع الاردني. بالنسبه لاستمراريه هذا التحالف، نعم نسعى الحقيقه ان التحالف الانتخابي نسعى الى ان يطور الى ان كتله نيابيه، ثم ان يكون او يتولد عنه مشروع وطني واسع يضم كامل اطياف المجتمع. هذا معنا السيد ممدوح العبادي نائب ووزير سابق، اهلا بك مره جديده سيد ممدوح. كنت قد سالتك في البدايه عن عدم الاعلان عن النتائج بالسرعه المطلوبه ولم نستمع اليك، ما كنت تريد ان تقول؟ تفضل. يعني هو زي ما حكينا انه القانون جديد والتجربة يعني سطحية وضعيفة ولا زالت في بداياتها، وبالتالي الأخ علي بالسكر قال نعطيكم مهلة 24 ساعة، ما صارش يعني إغلاق الصناديق، صار له يمكن 25 ساعة بس. لذلك يعني الدقة المتناهية المطلوبة خلاهم يتأخروا ويرتبكوا، صحيح في ارتباك لعدم الخبرة وليس إلا يعني طيب. ليس لها علاقة بالنزاهة أبدا. سيد ممدوح ذكرت كلمة سطحية وضعيفة، ما المقصود بذلك؟ يعني التجربة ضعيفة، تجربة أول مرة بهيك قانون وهيك دفتر وهيك يعني بطريقة أول مرة تمر على الهيئة المستقلة، وأول مرة أيضا تمر على العاملين وعلى المواطنين وعلى المرشحين وعلى كل المجتمع الأردني لا يعرف هذا القانون من أين أتى، ولذلك في إرباك كان بين الكتل وبين نفس الـ 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 حتى التيار. عندما تقولون سيد ممدوح لا نعرف هذا القانون من أين أتى، هل تشيرون بأن القوانين اليوم في الأردن تكتب في غرف مغلقة بعيد عن ما يريد المواطن، بعيد عن إشراك المواطن أو على الأقل من يمثلونه؟ لا 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 لا، هو مر على مجلس النواب ومجلس النواب ساوى مئات الجلسات. يعني أنا حاضر 20 جلسة في نقاش هذا القانون في مواقع مختلفة من الأردن، ليس بغرف مغلقة. لكن عندما يصاغ قانون بهذا الطريقة يجب أن يكون بشكل واضح ومفصل أكثر ومعروف أكثر ومجرب في بلاد أخرى أكثر. يعني هذا الذي سمعته وأنا اللي قرأته أنه هذا القانون مجرب في مالطا وفي أيرلندا فقط، دولتين في العالم، لذلك في صعوبة على الفهم هذا القانون، وبالتالي الصعوبة وضحت في تشكيل الكتل أولا، الصعوبة وضحت في فرز الأصوات ثانيا الذي جعلها تتأخر لحتى هذه اللحظة. يعني بعدين الهيئة المستقلة قررت وقف العمل بالفرز من الساعة 6 الصبح اليوم لأنه أرهقوا 6 ساعات لبعد الظهر، ما بعرف كان لازم يكون في بدائل موجودين اللي بتعب بروح ينام لكن بيظلوا في متواصل في العمل وهكذا. سيد ممدوح، يعني سؤال أخير فيما يتعلق بالقانون الانتخابي لننتقل إلى نقطة أخرى. تقول بأن القانون يعني عرض على مجلس النواب، ولكن كان معروفا بأن أداء مجلس النواب السابق كان أداء ضعيفا، يعني حتى ما يعني أدى إلى عدم ثقة المواطن بعمل المجلس النيابي بشكل عام. صحيح، بس يعني بدك تساوي قانون بده يمر على مجلس النواب، ونحن عندما عملنا التعديلات الدستورية في مجلس النواب السابق اللي أنا كنت فيه منعنا أن يكون هناك قوانين مؤقتة تصدرها الحكومة، يجب أن يكون قانون يمر على مجلس النواب، ومر على مجلس النواب السابق ووافق عليه مجلس النواب وأجرى اتصالات مع المواطنين بكثرة، يعني مع مؤسسات المجتمع المدني ومع الأحزاب وحتى حركة الإخوان المسلمين كانت موجودة في النقاشات لهذا القانون، وأنا شاركت في إحدى الندوات أنا وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي والسيد صالح عرموطي الذي نجح في هذه الانتخابات. يعني صار نقاش واسع وذهب في النهاية على مجلس النواب السابق، ومجلس النواب السابق أقر هذا القانون. صحيح مجلس النواب السابق كان مجلس هزيلاً
ساعد على عزوف الناس على المشاركة في هذه المرة في الانتخابات، لكن ما في غيره أن نستورد يعني مجلس نواب آخر. طيب، عندما تقول بأنه ساعد على عزوف المواطن، ما هي العوامل الأخرى التي أدت إلى عزوف المواطن؟ هل فشلت الحكومة اليوم في رهانها بأن تستعيد ثقة المواطن في العملية الانتخابية وفي دور المجلس النيابي طالما راهنت على ذلك منذ أن أصدرت هذا القانون؟ أنا أعتقد أن الانتخابات الحالية التي جرت فيها كثير من المصداقية، فيها كثير من سلامة الإجراءات، وإذا تبقى يعني مع صدور نتائج هذه الانتخابات أولا بأول، يعني صحيح الهيئة المستقلة لم تعلن، لكن صار معروف لدى الشارع مين اللي نجح ومين ما نجح، لأنه في تسريبات من كل مراكز الانتخابية للمواطنين، والمواقع الإلكترونية كتبت كل الذين نجحوا تقريبا قبل أن تعلن الهيئة المستقلة، يعني عارفين مين نجح بالثالثة مين نجح في هذا قبل أن تعلن، عارفين يعني وأعلنت. لكن أنا بعتقد أن المصداقية يمكن تساعد على إعادة الثقة اللي هزمت أو غير موجودة في نفسية المواطنين في الانتخابات الحالية، وإذا بقيت الدولة الأردنية على هذا المسار في الانتخابات القادمة أيضا. طيب، وأن يكون أداء مجلس النواب القادم أفضل من السابق. أنا بعتقد تحدث عن أداء مجلس النواب سيد ممدوح، وهنا أتحول إلى سيد ركان، كيف سيختلف المجلس النيابي الحالي عن السابق؟ هل سيعكس تمثيلا حقيقيا للشارع الأردني؟ هل سيكون هنالك دينامية سياسية واضحة داخل هذا المجلس؟ هلا من حيث المبدا يعني ما بنقدر الان نعطي تقييم موضوعي لطبيعه الاداء، لانه بصراحه وفق توقعاتك طبعا بعد احكي وفق توقعات، لانه الاغلبيه ان لم تكن 70% 75% من النواب اتوا الى مجلس النواب الجديد او سياتوا الى مجلس النواب الجديد بصفتهم الفرديه، وليس لدينا معلومات عنهم، ليس لدينا معرفه مسبقه نستطيع ان نقيم ادائهم السياسي المحتمل، نستطيع ان نقيم ادائهم الرقابي التشريعي، خلفياتهم السياسيه، قدراتهم وامكانياتهم، هذه بالتجربه. لكن في مساله اساسيه في هذا الجانب، انا اعتقد انه الاصوات التي وضعت بالصناديق من المواطنين ستنتج نفس النواب، بمعنى انه الاصوات التي ذهبت الى الصناديق ستاتي الى مجلس النواب بالنواب الذين تم التصويت لهم، ولن يكون هناك تلاعب بتغيير النتائج بحيث ياتي نواب اخرين. اختبار وتقييم وتقدير قدره هؤلاء النواب يعتمد على طبيعه الاداء. انا بتقديري إضافة إلى الكتلة الإسلامية وربما تتحالف مع بعض الأسماء التي لها معروفة ولديها خلفيات سياسية ولدينا معرفة مسبقة فيها، ربما يشكلهما الإضافة النوعية الوحيدة في ظل المقاطعة السابقة، الإضافة النوعية الوحيدة لمجلس النواب المقبل التي نستطيع أن نستشرفها الآن. لكن بالتجربة المستقبلية نستطيع أن نحكم. بالمجمل أنا أعتقد أن هناك لن يحدث اختراق كبير وضخم في طريقة أداء مجلس النواب المقبل، طالما أن الاختيار، طالما اختيار الناس لا زال على نفس النمط ونفس الطريقة، طالما أن القانون لم يعطي الأحزاب المساحة الكافية ولم ينص على أن تكون على الأقل مثلا 50% من القوائم النسبية للأحزاب، أنا أعتقد أنه طالما الانتخاب صار على أساس اجتماعي في أغلبه، أساس قبلي عشائري في أغلبه، أنا أعتقد أن الأغلبية النيابية الجديدة من غير الحزبيين ستكون متماهية حقيقة أو مشابهة للتركيبة كانت في مجلس النواب المقبل. لكن بالتأكيد أنا بتقديري أنه سيكون هناك فرق، لكن لن يكون هناك فرق كبير حقيقة. طيب، يعني سيد علي أبو سكر، لدي سؤال من شقين. بداية، لماذا شاركتم بهذه الانتخابات بعد ما كنتم يعني قد عزفتم عن المشاركة في الانتخابات السابقة؟ وانطلاقا من هذا السؤال، ما هو الدور الذي سيكون عليه وضعكم داخل المجلس؟ الحقيقة أن المشاركة والمقاطعة هي فعل سياسي يعني يحكم أو ينبني على ظروف موضوعية وآنية. خلال الفترة اللي مضت تحاولون فتح خلال الفترة بدي أجاوبك. خلال الفترة اللي مضت كان هناك ظروف دفعتنا باتجاه المقاطعة، ويمكن أبرزها كان قانون الصوت الواحد المجزوء اللي كان موجود، والتدخلات اللي كانت تتم في العملية الانتخابية، واستخدام أو استغلال وجودنا تحت القبة لمزيد من التطاول على حقوق الأردنيين. كل هذا دفعنا باتجاه المقاطعة. الآن تم الانتهاء أو الخروج من قانون الصوت الواحد إلى قانون آخر، وإن لم يكن هو القانون الذي يلبي طموح الأردنيين، قانون القوائم النسبية المفتوحة. إحنا الحقيقة عقدنا مراجعات
يعني سواء ما يتعلق بالشأن الأردني الداخلي، الواقع الإقليمي اللي بيعيشه الأردن، الأزمات اللي بيعانيها الأردن، أو ما يتعلق بوضعنا الداخلي كحركة إسلامية. وعملنا استطلاعات للرأي لداخل كوادرنا ولشخصيات وطنية وسياسية معتبرة ومحترمة من المجتمع الأردني، ورجح لدينا المشاركة على المقاطعة. ولأجل هذا كان هنالك قرار المشاركة. وهذا لا يعني أنه يعني أنه كانت المقاطعة سلبية بالكامل أو أن المشاركة هي كل شيء بالكامل. طيب، لكن رجح كما لدينا في صفحة جديدة تفتحونها اليوم مع الحكومة. يعني أنا لا أعتقد أنه هنالك صفحات نفتحها. العلاقة ما بيننا وما بين السلطة السياسية هي لم تنقطع، وليس لدينا وليس بيننا على ناحية عداء. قد يكون في هنالك نوع من التوتر، محاولة لشق الصف ومحاولة. نعم هنالك نوع من قد يكون نوع من التوتر أو عدم يعني خلينا نقول هالعلاقة الإيجابية، لكن هذا أمر طبيعي. ومن خلال أعتقد من خلال هذه المشاركة سينعكس لا شك أنه يعني كما أنه هي انعكاساتها إيجابية وطنيا، ونخدم من خلالها المصلحة الوطنية ونتحمل جزءا من الملفات السياسية والأزمات اللي قد مواجهها، أيضا لا شك أنها ستنعكس علينا إيجابيا بوجودنا تحت هذه القبة ومن خلال هذا المنبر المعلن. علي أبو سكر نائب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، شكرا لك. كما أشكر ركان السعيدة خبير في الشؤون البرلمانية في الأردن، والدكتور ممدوح العبادي نائب ووزير سابق. وبهذا نصل إلى نهاية الخبر للخبر بقية. إلى اللقاء.